اخويا هذه الحفله درناها مع الجماعه اللي كانت هي مساهمه معنا على قبل تكريم الفنانين وكذلك الشبان اللي نجحوا اللي غيعطوهم الجوائز. هذا الشيء علاش درنا هذا الحفل، كما كرمنا 14 ممثل وممثله هذا الحفل بشراكه مع الجماعه. هذا هو الموضوع ديال الحفل اللي كاين، وتنتمنى يرق الجمهور والفنانين كذلك متفوقين في البكالوريا خاصه في عماله انفاق. وكنشكر الجمعيه اللي استدعتني. هذا عمل جيد ان نكافئ الشباب على المجهودات وعلى الاجتهاد ديالهم، باش يزيدوا ان شاء الله يزيدوا في الاجتهاد ويتوفقوا اكثر. وكنشكر السير الداني اللي استدعاني لهذا الحفل وشكرا. الجديد اللي عندي هو على مستوى الكتاب، كاين ديوان شعري للملحون طرب الذي صدر عن دار الثقافه بالدار البيضاء. والاغاني هناك عدد من الاغاني، اخرهم قصيده ملاك في الملحون، واغنيه في الشقوري سميتها عيد العرش هو عيدي، بالمناسبه ديال عيد العرش ان شاء الله غادي. وجد في حفل تميز متميز هذا الحفل بتتويج التلاميذ المتفوقين والمتميزين بمعدلات يعني متفوقه في النيابه ديال انفا. هذا الحفل هو يعني منظم من طرف جمعيه الجسور للابداع السينمائي بشراكه مع مقاطعه سيدي مليوط والمديريه الاقليميه للتربيه والتكوين لانفا. حضوري اليوم هو يعني غيكون تكريمي من ضمن واحد المجموعه ديال الاسماء الفنيه، واحد الرصيد فني تاريخي 33 سنه ديال العمل الكوميدي والمسرحي والغناء وجميع الفنون. اليوم انا مكرم ضمن اسماء اللي حاضره معنا بحال مكوار صديق مكوار على رشيدة أحفوظ، واحد مجموعه من الفنانين. والسيد عبدو اليوم راه يعني مكرم من ضمن هاد الاسماء هادو، سعيد جدا.